فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سيارتي بها عدة أعطال، فأقول عند بيعها عدة أعطال، نعم، فأقول عند بيعها إبراء لذمتي سأبيعها ككومة حديد. لا، هذا مجهول. قل فيها العيب الفلاني، اذكر العيب اللي فيها. أما أنك تقول حديد، وهو ما شرى حديد، وشاري سيارة، فلا يجوز تخفي عليه العيب الذي فيها، لا بد تبينه، فيها كذا وفيها كذا. نعم.